من سأل الناس وهو غير محتاج إلى المال فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والعقوبات التي جاءت في الأحاديث تدل على هذا، منها أن من يسأل الناس بكثرة وقد أغناه الله عز وجل فإنه يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اختلف العلماء كيف وليس في وجهه مزعة لحم، قالوا هذا على المجاز، هذا قول، ورجح كثير من أهل العلم أنه على الحقيقة، أن يبعث يوم القيامة وليس في وجهه لحم، يعني يبعث هيكل عظمي والعياذ بالله. لماذا؟ قالوا لأنه بذل ماء وجهه، لما بذل ماء وجهه عوقب في وجهه، لأن الجزاء من جنس العمل، والإنسان الذي يسأل ويكون لديه وقاحة في السؤال وهو غير محتاج، هو غني أو مكتفي، لكن هكذا يسأل يعاقب في وجهه، نسأل الله العافية. هذا يدلنا على أن كبيرة من كبائر الذنوب. العقوبة الثانية أن من سأل الناس تكثرا، يعني سأل لا عن فقر أو مسكنة أو غرامة، لا، مجرد يعني أن يستكثر المال، مثل هؤلاء أصحاب الكدية والشحاذة، نتفاجأ أحيانا بأخبار يقولون قبض على متسول عنده 20 مليون أو 24 مليون، تقرؤون هذا، تشوفونه في الأخبار أحيانا، أعتقد من قريب قبضوا على امرأة أو شيء، ما أدري والله في أي دولة، وهي متسولة عليها آثار البؤس، ها، وجدوا معها ما يزيد على 20 مليون. هؤلاء والعياذ بالله يسألون جمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليستقل أو ليستكثر. وحديث الزبير بن العوام فيه حث على العمل والاكتساب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحترف الكدية أو يحترف التسول، من الواجب عليه أن يعمل، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى العمل. ولو ذهب إلى جبل واحتطب وحمل على ظهره خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا يشير إلى أن الإسلام أتى بدعوة المسلم إلى إعزاز نفسه وإلى عدم إهانته، ولذلك الذي يسأل الناس هذا تعامل الناس معه على قسمين، قسم يعطيه وقسم يعني لا يعطيه وقد يسيء معه. فلو أنه ما أعطي فقط لكان هذا خدوش في وجهه والعياذ بالله. ولذلك الإسلام يدعو المسلم إلى أن يعز نفسه.